السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم سعيد أيت مهدي، ممثل أمازيغي ابن منطقة الحوز. أنا ولد المنطقة وشدني الزنزال في المنطقة، وأنا كنسكن في المنطقة. أنا نيابة عن ساكنة إقليم الحوز، حيت أنا كنهضر بصفتي نيابة على ساكنة إقليم الحوز، حيت دايرين لي وكالة وعطوني اللوائح ديالهم لغير المستفيدين، نيابة عن ساكنة إقليم الحوز، على دوك الجماعات اللي كتنتمي للقيادة ديال ثلاث نعقوب. أنا كنطالب بداك الشيء اللي قال سيدنا، حيت أنا كنهضر باللسان ديال هذوك الناس اللي دايرين لي التفويض. كنطالب داك الشيء اللي قال سيدنا، 14 مليون فين مشات؟ و8 مليون فين مشات؟ ديال هادوك الناس اللي مازال ما استافدوش. الناس بغينا نعرفوا الجهه المسؤوله اللي غيتجهوا ليها الناس، الجهه المسؤوله شكون هي؟ واش القياده؟ واش الدائره؟ واش العماله؟ واش الولايه؟ الجهه المسؤوله، الجهه المعنيه شكون هي؟ واش الداخليه؟ واش؟ بغينا نعرفوا لمن غنلجؤوا باش الناس اللي ما استافدوش يلتجؤوا ليها، يمشيوا ليها شي اداره ولا شي لجنه ولا شي حاجه يلتجؤوا ليها، يشوفوا دوك الناس اللي مازال ما مستافدينش يمشيو معاهم ويشوفوا ديورهم ويشوفوهم في الدوار، واش هما كيستحقوا داك الدعم؟ الا كيستحقوه ياخذوه، الا ما كيستحقوش يقولوا لهم ما كتستحقوش، بلا ما نبقاو نديروا وقفات احتجاجيه. بلا ما كاين باك صاحبي ولا المقدم صاحبي ولا رئيس الجماعه صاحبي ولا هذا مشارك معاه العداوة ما غيستافدش. كاينين العيالات اللي هما ارملات مشات عند رئيس الجماعه، انا كنعرفها، قالت مشات كطلب حقها، قال لي انت ما غتستافديش، انت بالضبط ما غتستافديش. وكاينه ديك السيده وعندي الرقم ديالها، وكاينه قال لها انت ما غتستافديش، طير ولا نزلي ما غتستافديش. علاش هذا الشيء؟ علاش شكون هو بالسلامه؟ واش هو اللي عطانا ذاك الحق؟ رئيس الجماعه ولا المقدم ولا واش هما اللي عطاونا ذاك الحق ولا سيدنا؟ راه سيدنا اللي عطانا حقنا، الله ينصرو الله يحفظه الله يشافيه ويعافيه، راه سيدنا اللي عطانا حقنا، ماشي شي واحد باش نطلبوا ولا شي حاجه، راه حنا ما كنطلبوش شي حاجه، ما كنطلبوش شي واحد، كنطالبوا بحقنا، داك الشيء اللي قال سيدنا. يقول لنا سيدنا ما كتستحقوش نمشيو في حالتنا، اقسم بالله ما تشوفني مازال واقف في شي بلاصه. الطالب ديالنا هو بغينا الجهه المسؤوله نعرفوها، بعدا اول حاجه بغينا نعرفوا الجهه المسؤوله باش نمشيو ليها. الجهه المسؤوله شكون هي؟ واش القياده ولا العماله ولا فين تمشي باش تقدم الشكايه ديالك بانه انت قاطن وساكن في البلاد وعندك دارك خاصك كتستحق تستافد، خاصك تقيد وتسجل وتستافد. هما مستافدين، بغيت نهضر عليهم حتى هما. جابوا لنا واحد البلان اللي هو غربي ديال المدينه، جابوه لنا للجبل، كي غنديروا ليه نبنيو انا نبنيو في الجبل؟ الا ما كانش الانصات ولا الانصاف داك الشيء اللي قال سيدنا، كيفاش غنديروا نبنيو الا ما كانش لا كاب؟ لا بدا تبني لا كاب عاد تكون عندك ارضيه فين تبني دارك، حيت الجبل واقف، كيفاش غتبني؟ راه ما يمكنش ليك تبني. راه كنهضر عاوتاني بصيفط هذوك الناس اللي هما مستافدين في الجبل، جابوا واحد علاش يفرقوا عليهم كاملين؟ مثلا الفيلاج كاين الرق ماشي مشكل يبنيو بالبلان ديالو، ولكن في الجبل خاص التغيير ديال البلان، في الجبل خاص التغيير ديال البلان، بغينا التغيير ديال البلان باش الناس اللي في المنطقه الجبليه يبداو البناء ديالهم. اقسم بالله ما يبدا لكم شي واحد البني الا ما كانش التغيير ديال البلان، حيت ما يمكنش واحد يحفر 70 متر بالفاس والبالا، راه ما يمكنش يحفر 70 متر ولا 80 متر في الجبل في الحجر، راه ما طريق الطريق، راه خاصنا الطريق. كاينين اللي هما الدواوير باقا معزوله، ما عندهم لا طريق لا والو، بغينا الطريق مازال، وبغينا الطريق، كنطالبوا بالطريق وكنطالبوا بالصحة. الله يجازيهم بخير. أييه كيوزعوا الأغنام، أييه كيوزعوا الأغنام، ولكن كيوزعوهم للناس اللي ما كيستحقوش، اللي ما ماتوش لهم الأغنام، اللي هما ماشي ضعفاء، كيتوزعوا للناس اللي هما باك صاحبي ولا هذا صاحبي، فهمتيني؟ كيتوزعوا للناس اللي ما كيستحقوش. وتوزعات الاغنام امام القياده، ومن تما بطات من الكاميو ديال الفلاحه وطلعات في الكاميو ديال الشناقه، بسبب اش؟ بسبب 200 درهم. علاش بسبب 200 درهم؟ علاش دوك الاغنام ما تمشيش للمواليها اللي كيستحقوها؟ علاش ترجع للشناقه وتباع تما وتشرى تما؟ علاش ما تمشيش لهذوك اللي محتاجين يربيو ديك المواشي؟
واحد مشى توصل بالاغنام ديالو طاق طلعهم في الكاميو ديال الشناقه، تباع كلشي تباع تما امام السلطات، راه امام السلطات ماشي داكشي تباع خفيه، امام السلطات تباعوا للشناقه. علاش هذا الشيء؟ علاش هاد التلاعبات كاينه؟ الله يجازيكم بخير، بغينا اللي يخدموا البلاد ماشي بغينا اللي يشفروا البلاد، بغينا اللي يخدموا البلاد ماشي اللي يشفر اللي تشفر اللي تشفر اللي تشفرنا. راه بركه علينا من الشفره في المنطقه المنكوبه والمنزيه. ديالي ايت بن عيسى حكيمه، ساكنه في دوار تناعور جامعه ارازان، قياده الفيد عمله تارودانت. المعاناه ديالنا هو الاستيفاء، هو المشكل ديال الزنزال. هذه ثاني مره وحنا كنجيو لهنايا، حيتاش علاش كنجيو لهنايا؟ كنناشدوا سيدنا، حيتاش مشينا للعمالات ومشينا للقيادات ومشينا للجماعات، نفس الهضره اللي كيقولوا لنا تيقولوا لنا انتم مقصيين من الزنزال، مقصيين ما عندكمش الاستفاده. علاش الاستفاده؟ ما عرفناش هادشي دارت لكم اللجنه. وملي كنجيو كنشوفوا دارنا حنا يعني مضرره، وكاينين الناس اللي ما تضروش اكثر منا واستافدوا، وكاينين الناس اللي عندهم البديل واستافدوا، وكاينين الناس اللي عندهم رجال خدامين ولاباس عليهم واستافدوا. وحنا انا والوالده ديالي في الدار، والوالده مراه مسنه كنديرها في كرسي متحرك، وانا ما خدامه، الوالد ديالي مات وما خلاني حتى انتريت حتى شي حاجه، وخلاني انا صغيره صبرت معايا ديك الام حتى كبرتني، وعايشين في هذيك الدار ديال الطين ماشي حتى ديال السيما. وملي جا الزنزال كاع تشقات، ما بقاتش لايقه للسكن بصفه نهائيه، وكنجيو وكنسمعوا بان راه ما كنستحقوش الاستفاده. علاش ما كنستحقوهاش؟ هادشي علاش؟ شنو هو السبب؟ ما كاين اللي عندنا السبب. كيقولوا لك اللجنه اللي دارت لك هادشي، علاش اللجنه دارت لنا هادشي والاخرين حدانا كنشوفوهم عندهم البديل واستافدوا؟ علاش؟ تيقول لك ما عرفناش صافي. وهادشي علاش جينا هادي ثاني مره لهنايا؟ باش كناشدوا سيدنا، باش يعاود النظر ويشوف، الله ينصرو والله يحفظ ليه صحيحته والله يخليه لينا، حيتاش هو اللي عندنا ما بقى عندنا حتى شي واحد. هذا ما كان. وكنقول بالنسبه للاقليم ديال تارودانت، الاقليم ديال تارودانت الجبال والضواوير تنحس بهم تهمشوا بزاف، كاين واحد الاهمال اللي بزاف. الا شتي الناس تما ولا خويا تتبكي الدم، ماشي الدموع، تتبكي الدم. علاش دابا انا كنبكي؟ حيتاش كنحس بالحقره، انا في وسط بلادي ومحقوره وكنشوف الناس محقورين اكثر مني، هادشي علاش كنبكي، وهادشي علاش كنناشد سيدنا الله ينصرو ويخليه لينا، يشوف يعاود النظر فهاد الاستفاده اللي عطانا، الله ينصرو لينا ويخليه لينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه معكم سعيد نوم الجامعه دار الجامع، قياده قدميوه دائره امزميز عماله اقليم الحج جهه مراكش اسفي. حنا اليوم جينا متضررين الزلزال اقليم الحوز، جينا على حسب الدعم ديال سيدنا حفظه الله واسره، على حسب الدعم اللي باش صالح سيدنا. حنا ما شدينا الدعم ديال سيدنا من 2500 درهم ولا الدعم ديال البني، وحاليا مازال الناس في الخيام، راه 9 شهور والناس في الخيام، ودابا راه على وقت الحراره والناس راه في الخيام، و9 شهور حنا مازال ما مستافدين، والدور راه مؤدد على عباد الله. الناس قالوا لنا لا، الدار راه لا يحتاج تدخل، حنا الدار راه ماشي ديال السكن، ما بقاتش مازال ديال السكن، كاع ديال الديور ديال الطرف راه ما بقاتش مازال ديال السكن. ايوا ما عارفين اخويا واش من المسؤولين، واش ما عارفين منين تقصوا، الله اعلم. حنا كنطلبوا سيدنا على حسب المسؤولين اللي مكلفين بهذا الشيء ديال الزنزال اقليم الحوز، راه الناس مازال ما مستافدينش، لا مازال ما وحاليا الناس كاع اللي مستافدين كنشد هكا 2500 درهم، راه عليك راه ما خدامش ليه، ما خدامش، حيت الناس في الباديه راه عندهم البهيمه عزك الله وعندهم الكسيبه، فين غادي يدي؟ راه كيقول لهم راه موجود لك، راه ودي فعلا راه موجود لك، ولكن راه الناس ديال الباديه راه ما عندهم فين يدي كسيبتهم. ودابا الله يجازيكم بخير سيدنا، كنشكرو سيدنا الله ينصرك، بغيناك توقف معنا، راه حنا متضررين وديورنا راه ماشي ديال السكنه مازال. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.